صدق الله وحاضر سيدي محسن ومجموعته والكل مهداة إلى شيخنا قدس الله سره عين النور من شرب منها لن يظمع بعدها أبدا من شرب منها يتنور بإذن الله عز وجل فماؤها شفاء بإذن الله عز وجل الآن شيخنا يضع يده فيها تبركا ثم نشرب بعده الحاج بسم الله الآن يتوضأ شيخنا من هذه العين المباركة أحياكم كل أحد تنزل أثوابا وقارتها
من عليك وطابت في محبتي كالبلوى. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.